ارحب فيكم مشاهدينا الكرام معي بتواصل جديد في حلقات خاصه من عيد الفطر السعيد. واليوم ثالث ايام عيد الفطر السعيد، تواصلنا معكم بحلقات منوعه وشيقه، واليوم ان شاء الله ايضا نتواصل معكم بمجموعه من المواضيع. هذه المواضيع ايضا مهمه ومرتبطه بالعيد بشكل ما او باخر. احيانا نشوف في العيد او برمضان تحديدا ان الشباب يعمل بجد واجتهاد حتى يقدم في العيد ماده دسمه، على سبيل المثال المسرحيات التي تقدم او الاعمال الاعلاميه التي تقدم للعيد، لان العيد يمكن لربما بعد شهر رمضان المبارك اللي ياخذ اسرته اللي ياخذ عياله ويروح المسرحيات يشاهد كثير من الاعمال اللي تقدم. في المقابل عندنا مجموعه من الشباب عندهم كثير من الاعمال اللي تقدم على مدار السنه، لا هي مرتبطه بعيد ولا هي مرتبطه برمضان، ولكن معتمده على جهودهم الجباره لتقديم هذه الاعمال. هذه الاعمال افكارها فرديه، جهودها فرديه، عنوانها شبابي، التكلفه الماديه على الشباب دائما يكون يعني اللمسه الاخيره تكون فيها ابداعيه، لان الشباب يعتمدون فيهم على النفس ودائما ما يبرزون الامور الايجابيه، ونشوف ان الشباب اذا عنده رؤيه يحاول يوصلها دائما ما يجتمعون مع بعض وتكون عندهم كثير من الامال. من هذه الفرق اللي ظهرت على الساحه الاعلاميه الفتره الماضيه، يعني كان في هناك فرق كثيره، ولكن لان ربما ضيوفنا الكرام اليوم متواجدين معنا فريق رؤى الاعلامي اللي عنده كثير من الاعمال اللي قدمها وانشطه كثيره، وهذه الانشطه تتم على مدار العام ويستقطب كثير من الشباب، الشباب اللي عنده حب للعمل في المجال الاعلامي، ليس بالضروره ان ينتظر فقط وسائل اعلاميه مثل التلفزيونات او الصحف حتى يبرز موهبته. اليوم اصبح عندنا اعلام حديث، واصبح هذا الاعلام الحديث يطغى على الاعلام التقليدي المتعارف عليه في التلفزيونات، لذلك الشباب بدأوا يتجهون لهذا الخط، واعتقد ان هذا الخط هو انجاز بحد ذاته. ارحب بضيوف الكرام لليوم، حرصوا على التواصل معنا في برنامج اهل الديره من فريق رؤى الاعلامي، بدايه مع اخوي علي اليوسف، حياك الله معنا في برنامج اهل الديره. الله يحييك ونقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير، صحة وعيدك مبارك، ايامك سعيده. وكذلك اخوي اسامه مشاري من فريق رؤى الاعلامي، حياك الله معنا. الله يحييك. احنا اليوم اخذناكم من الاجواء علشان نسولف عن فريق رؤى الاعلامي، وعندنا الوقت ان شاء الله الكافي للحديث عن كثير من انجازاتكم، ولكن ايضا عندنا تقرير، هذا التقرير مرتبط باعمالكم، راح نعرض هذا التقرير قبل الحديث مع شبابنا ونسولف عن هذا التقرير، نشوف مع بعض ماذا يقدم هؤلاء الشباب من خلال هذا التقرير، واعود لاتواصل واياكم. بسواعدنا نبنيها وبطموحاتنا ننميها، بسواعدنا نبنيها وبطموحاتنا ننميها، نرفع ايدينا وندعي لها دام عزك يا كويت يحفظك رب البيت، يحفظك رب البيت، كلنا وبإيد واحدة نبني الكويت، كلنا وبإيد واحدة. صدق يقطع صوت التردد فلا تسمع له همسا، وعزيمة تبدد ظلام الوهم والكسل، وإصرار يحول الحلم إلى واقع يدب على الأرض ويبصره العالم، فلا تتردد أبدا. عودوا جميعا معنا نقرأ ذاك الزمان، نصغي لماضينا الذي يروي الحكايات لنا، عودوا جميعا معنا نقرأ ذاك الزمان، نصغي لماضينا الذي يروي الحكايات لنا، ماذا ترى كان هنا يوما. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير والشباب المتواجدين معنا، ابتدي بداية مع اخوي اسامة مشاري. حياك اسامة. انا قبل لا ادش على المحاور اللي عندي واخرعك بسألتي، ابيك اول شيء تسولف لي على رمضان، شلون استغليته، الاجواء الرمضانيه، وين رحت وين رديت، ولا كان كله عمل كله كان دراسه، ولا كنت كله متفرغ بالبيت؟ بدايه رمضان كانت شوي اجواء دراسيه، اي يعني تسجيل مواد وهالسوالف. كورس صيفي كنت ماخذ؟ لا انا توني متخرج. ها اوكي. اخذ الحين تسجيل مواد. شو تخصصك ما شاء الله؟ ام اي اس اللي هو اداره نظم معلومات. هذا الام اي اس ماستر ولا لا؟ بكالوريوس. بكالوريوس اوكي. طبعا رمضان اجواء ايمانيه،
كل واحد يلجأ إلى العبادة ومساعدة المساعد. فحاشنا شوي عمل نص رمضان، فقمنا نشتغل أكثر شيء يعني شوي نص رمضان لهيت على العبادة ولجأت حق العمل. بس الحين لازم آخر عشرة وآخر اللي طافت لازم نشتغلها بالعبادة. طبعاً هم العمل عبادة ترى. صح. تمام. بالنسبة لك أيضاً يعني أخوي كان يوسك علي. إيه. بحسين. إيه. وين استغليت رمضانك سويت فيه؟ والله بداية رمضان تقديم وبعثة وما أدري فين ومنها. هذه أول كورس لك يعني؟ أي أنا توني متخرج من الثانوية. من الثانوية العامة. أي نعم. أي. قدمت البعثات وشوي النفسية تكون متوترة. مشدودة إذا يقبلوني ولا لا وشي. الحمد لله خلصنا منها. انقبلت؟ إيه الحمد لله. ما شاء الله. وين راح تكون؟ إن شاء الله بالجامعة الأمريكية. اللي؟ اللي هني بالعقيلة. بالعقيلة. AUM. ACM. ACM. إيه. تمام. خلصت منهم ريحت نفسي. إيه. رحت عمرة. تمام. الله عليك. زحمة؟ والله الحمد لله سهالة. إيه. مو زحمة وايد. تمام. ورجعت بعدين تشتغل ولا رديت نعطي افكار نشوف في عمل يحتاجون انا حاضر اعمال يعني في خطط نحطها. تمام. اعمال وايد يعني انا راح اسولف عن العمل، ولكن خلينا بدايه نسولف عن فريق رؤى الاعلامي. شنو فريق رؤى الاعلامي؟ فريق رؤى الاعلامي هو فريق شبابي كويتي تربوي هادف. اوكي. دائما نفكر ان نغير من شيء غير هادف الى هادف. تمام. يعني نغير نظره الانسان العادي انه دائما حاطين بالهم ان الاعلام دائما فاسد والى اخره، لكن لا، احنا نحاول نغير انه بالاعلام نقدر نزرع فيه قيم ومبادئ وافكار تربويه هادفه. تمام. هذا هو الفريق. إيه؟ كم عضو فيه تقريبا؟ 6 و7 شباب. إيه؟ والبنات تقريبا 8 و9. يعني تقريبا كلكم 20؟ تقريبا. خلينا نقول 20. إيه؟ شنو مجموعه الاعمال التربويه اللي تقدمونها؟ يعني انت اليوم لما تقدم عمل شنو تقدم للمجتمع؟ افلام قصيره. أيه. مسرحيات، اوبريتات، وغيرها. رسائل اعلامي. رسائل اعلامي اغلبهم يعني. هذه كلها اعمال هادفه. هادفه. هنا في احد شجعكم على هذا العمل ولا بروحك كانت فكرتك؟ في البدايه الفكره كانت قاعده ربع دوانيه. أيه. قاعدين المصور اللي هو مصور فيديو اللي مصور فوتو اللي عارف بالصوت والمنشد والهذا، تقول شباب ايش رايكم دام كل واحد جاي يشتغل بروحه ليش ما نسوي فريق ونكون روحنا نقوم روحنا. وجزاها الله خير الوالده كانت تحرص ان تشجع طاقات شبابيه سعد احلام بركات، فقالت ليش ما يجمعكم وتكونون تحتي انا ادربكم وكل واحد يطلع طاقته تحت مظلتها. اي نعم. ما شاء الله. طبعا هذا ايش كثر صار لكم؟ هذه بندش 2.5 سنين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش اللي خلاك تنضم معاهم وشون عرفت عنهم؟ اول شيء هم كلهم ربعي واخواني. هذا اهم شيء. وثاني شيء لقيت نفسي عندهم. لقيت كل اللي ابي عندهم. اني انا شنو عندي مثلا طاقه امثل، انا امثل، لقيت كل شيء عندهم، افلام، مسرحيات، اوبريتات، كلها عندهم. تمام. والحمد لله هم جذبوني حطوني تحت مظلتهم وعانوني على الشيء اللي انا ابي. كم عمل قدمت معاهم تقريبا؟ تقريبا 4 أو 5. اوكي. وكل عمل على عمل تختلف الخبره اللي انت تاخذها. اي طبعا. شلون تستفيد؟ يعني انت الحين 4 5 كم سنه معاهم؟ من تاسيس الفريق انا معاهم. بهالاربع خمس اعمال شنو استفدت؟ شنو اللي تغير ما قبل رؤى وما بعد رؤى؟ خبرتي انا يعني مثلا قبل كانت خبرتي بالتمثيل شيء بسيط جدا. بعد ما دشيت وياهم مثلت كم مره، علموني، طوروني، والحمد لله الحين على قدي. يعني انا لو منك وعندي حب التمثيل ليش ما اتجهت حق المعهد العالي للفنون المسرحيه؟ تمثيل، اخراج، اهم. صح. بس انا معتبرها هوايه. تمام. طيب انا يعني خلينا نتكلم شوي على قضيه حساسه بالنسبه لكم، وابي اركز على النقطه ونسولف اكثر عن هالنقطة حتى أخوي علي يقدر يشاركنا في الموضوع. قضية الدعم المادي لهذا الفريق اللي ينتج كل فترة مجموعة من الأعمال، كم عمل قدمته للحين؟ والله وايد. فوق 20؟ تقريبا 18 إلى 20. 18 إلى 20. الدعم اللي قاعد يجيكم فردي؟ يعني كله منكم؟ لا مو كله منا. في جهات حكومية تدعمكم؟ في جهات حكومية تدعمتنا. كلمني عن الدعم، أهميته لكم، شلون يسهل أموركم؟ الدعم وايد يسهل.
خاصة المادي والمعنوي يتسهل وايد أمور. يعني أحيانا نبي نحجز مسرح، نبي نحجز أمور، نرسل كتاب حق الجهة المعينة يقول أوكي ممكن نسهل لكم المبلغ، فإحنا محتاجين المبلغ. فدائما إذا قصروا لنا المبلغ، أعطونا مثل خصم على المسرح، ندفع إحنا من جيبنا. لكن أحيانا ما يعني يرفضون. صارت معاكم رفضوا ها؟ إيه أكثر مرة يرفضون يعطونا مسرح، فنضطر إن نأجر من جيبنا. بس في المقابل يكون في ربح مادي يعوضكم. إيه؟ ربح مادي لنا؟ إيه؟ لا أغلبها لا، يعني يسد اللي دفعنا. بس هذا. هذه هي. هذا. طيب لو كان في جهة معنية تدعم بشكل مباشر، هل ممكن إن أموركم تتسهل؟ والله وايد راح تسهل مو شويه. وانتوا على منو تعتمدون في مخاطبه هذه الوزارات ومخاطبه هذه الجهات الحكوميه؟ احنا صراحه اكثر جهه حكوميه ما قصرت ويانا اللي هي اداره شؤون القران الكريم. أيه. وزاره الاوقاف، وبالذات مراقبه حلقات البنات والبنين. دائما ما يقصرون ويانا، يعني اغلب مشاريعهم دائما يلجؤون لنا، لان احنا فريق شباب تطوع، فدائما يلجؤون لنا، يكلموننا ترى ايش رايكم تسوون عمل ويانا، تكونوا تحت مظلتنا. وما كانوا يقصرون ويانا نهائيا اطلاقا اطلاقا ما كانوا يقصرون. طيب الحين يمكن في سؤال يطرح نفسه، يعني ايش اللي حادك على هالمجال دام انه ماكو دعم ومرات انت تدفع من جيبك؟ وهذا السؤال راح يكون مشترك، انت ليش تدفع من جيبك؟ ايش اللي جابرك انك انت تدفع من جيبك وتحط علشان تطلع بعمل بالنهايه ويمكن ينشاف يمكن ما ينشاف، يمكن ينجح يمكن ما ينجح؟ ليش اتخذت هالخطوه؟ شيء انا احبه باختصار، يعني شيء انا احبه اسعى عشان اسوي كل شيء عشان استمر فيه. يعني الله يذكره بالخير واحد كان معنا بالفريق ينقال عثمان العكاري. ايه. قال لي مقوله ان هوايتك تقدر تخليها هويتك. صح. فانقل هوايتك هذه اللي تحبها وابذل فيها كل شيء عشان شو تصير هي هويتك، فاستمر فيها لا توقف، لو شنو وقف قدامك ناقصك فلوس ادفع تسلف سوي شيء عشان لا توقف. بعد كنت تسلفت وعاد. والله انا نفسي تسلفت، انا نفسي تسلفت عشان اسوي شيء احبه. وصلت لمرحله انه خلاص مقتنع بالعمل اللي قدامي. مقتنع بالعمل اللي قدامي. تمام. بالنسبه لك يعني علي، شو اللي جابرك انك تشترك مع فريق امكانياته الماديه ضعيفه، ممكن ياخذون من عندك فلوس، ممكن الفلوس ترجع لك، ممكن ما ترجع لك، برا تروح تشتغل يعطونك فلوس، ممكن تدفع فلوس عشان تشتغل. ليش انضميت معهم؟ هالشيء هذا وهو مجالي انا، هالشيء هذا انا حابه، قاعد اشتغل وياهم مو شغل عشان احصل ماده من وراهم، انا اعطيهم كل اللي عندي. تمام. لان انا اصلا استانس بهالشغل هذا، دفعت ما دفعت، انقصت فلوسي ما انقصت، الفلوس تروح وتجي، بس انا اهم شيء اني مستانس بالشغل. صار في مره من مرات انك يعني ساهمت بمبلغ؟ اكيد ساهمت. ها؟ اكيد. وفلوس زين، واذا ما رجعت لك الفلوس ما تزعل؟ حلال عليهم. طيب هذا يعتمد على حب العمل، هل انت مقتنع اليوم بالفريق اللي انت فيه ولا تتطلع انه في المستقبل يكون في فريق احسن تنضم له؟ يعني على سبيل المثال لو في المستقبل تم عرض عليكم انه تعالوا يا جماعه احنا عندنا فريق ثاني ونبيكم تكونون معنا، هذا بخور العيد. شكرا بابا، شكرا. بس قالوا لكم تعالوا نبيكم تدشون معنا، انت تحديدا هل ممكن تتخلى عن فريقك ولا لا انت متمسك بالفريق اللي انت قاعد تشتغل معاه من البدايه؟ يا اكيد راح اتمسك فيه، ما راح اتركهم كلش، بس يقول لي تعال اشتغل معي اقول اشتغل معك مو مشكله، بس انا اسمي بالتعاون مع فريق رؤى الاعلامي. هذا لازم. لازم. صارت معكم ولا ما صارت؟ هل في يعني فرق تطوعيه اخرى حاولت تطلبكم عشان تكونون معاهم؟ اي اي صارت في مجموعه من الفرق اللي عملت معاكم. اي تمام. ليش ما رحتوا حق قنوات اعلاميه تقدمون تاخذون دورات في التقديم الاذاعي التقديم التلفزيوني؟ ممكن في يوم من تكون مقدم تلفزيوني، ممكن تكون ممثل، في كثير من الدورات اللي تقدم. احنا بدل لا نسعى حق الدورات سوينا دورات. شلون سوينا دورات حق الناس العامه، فيبنا مدربين خاصين، يبنا مهندس صوت، يبنا الممنتج والمخرج، ويبنا المصور والديزاينر والعلاقات العامه، هذول كلهم يبناهم عشان احنا فريقنا والناس العامه ياخذون ويانا خبره يستفيدون. تمام. يعني ما خليناها خاصه حق الفريق، فتحناها قلنا اللي حاب ينضم ويانا. تمام. وكان في اشتراك كبير يعني الناس قاعد تجي ولا تحضر ولا بالنسبه حق الدورات كان
ممتاز، يعني العدد ممتاز بالنسبة حق الدورات، بس إنه كان ودنا يكون إقبال أكثر، لكن المدربين نفسهم قاعد يقول هذا العدد إحنا ما قدرنا نتحكم فيه لأن إحنا ما كنا عارفين يعني الدورات. كم العدد تقريبا؟ تقريبا وصل 20 واحد بالدورة الواحدة. بالدورة الواحدة. وأنتوا دوراتكم كلش كثر تقدمونها؟ إحنا سوينا ملتقى واحد دورات، ملتقى نحو الجيل الإعلامي المتميز، سوينا فيه دورات لمدة أسبوع كامل، كل يوم دورة بس خبرة مو دورة رسمية، بس سوينا دورة واحدة اللي هي هندسة الصوت، هذه اللي كان لها شهادة. يعني الواحد يطلع منها خلاص عارف الهندسة الصوت وكل شيء. ممتاز. شنو الدورة اللي اشتركت فيها؟ أنا كلهم. كلهم؟ كلهم. شنو استفدت منهم؟ وشنو الأكثر اللي أثر فيك يعني من هالدورات؟ أنا حاب أكثر شيء مجال الصوت. وكانت الدورة الصوت هي أساسيات. فطلعت من الدورة عارف شنو كل أساسيات الصوت، شنو أنواع أجهزة الصوت وكذي يعني. هذه اللي هي اللي أثرت فيك أكثر شيء؟ أكثر شيء. يعني الحين أنت قاعد وراقب لابس المايك عارف بالضبط شنو اللي قاعد يصير داخل الصوت؟ تقريبا. وعارف أجهزة المايكات وعارف أنواعها وتأثيرها وشون تعامل معها. يعني لو حصل على الهواء الحين خلل في الصوت تعالجونه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. على طول. إن شاء الله. نقول حق مهندس الصوت اللي عندنا إذا تبي تطلع روح، عندنا شباب مختصين في مجال هندسة الصوت. إنزين يعطيهم العافية كل الشباب الموجودين عندنا. ولكن أنا أيضا عندي نقطة مهمة جدا، شركات القطاع الخاص ما تدعمكم اليوم، مو يعني مو ملتفتة لكم، قاعد تعطيكم مجال إن تساهم معاكم في أعمالكم، قاعد تشوف إن أنتوا تستحقون الدعم، قاعد تباشركم، ولا فقط هي جهة حكومية واحدة اللي مستمرة معاكم وعلى المزاج مرة إيه مرة لا؟ لا، الجهة الحكومية اللي هي إدارة الشؤون الكريم لا كانت دائما تدعمنا. أما جهات خاصة في ثلاث جهات اللي يدعمونا اللي أذكرهم أنا، ثلاث جهات هم اللي يدعمونا بس. لو ما ذيل. إيه. وبعدها؟ وبعدها بس. العمل. عمل صار كله فردي. إنزين السؤال يطرح نفسه، أنتوا فريق رؤى الإعلامي يعتبر يعني إحدى الفرق المندرجة تحت مظلة العمل التطوعي. نعم. صح؟ وأنتوا تعتبرون مجموعة تطوعية مختصة في مجال الإعلام، ناهيكم عن المجاميع التطوعية الأخرى المتخصصة في مجال علاقات العامة، ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا الجانب الاجتماعي، الجانب التربوي، المسنين، كثير من الأمور، وكل فريق له تخصص. أنتوا تخصصكم إعلامي، ليش اليوم يعني حبيت أنك تساهم في الفريق أو تكون ضمن فريق يعمل بالعمل التطوعي؟ شنو فادك العمل التطوعي؟ صراحة أنا هوايتي عمل تطوعي. شلون يعني هوايتي بالعمل التطوعي؟ يعني أبيك تشرح لي أكثر خل توصل حق يعني المشاهد اليوم قاعد يتابعونك شباب. إيه. ليش رحت حق العمل؟ يعني لو واحد يقول يلا بفتح مشروع مخبز بس تطوع أروح ما عندي مشكلة. لأن أنا أحب التطوع. بس مو ممكن يأخذ من جهدك، يأخذ من وقتك، يأخذ. إذا شيء أنا أحبه يأخذ من وقتي وأبذل جهدي عشان أنا أنجز، عشان أسعد غيري، ما عندي مشكلة. أوكي. فالإعلام أنا لما قاعد أسوي وأشوف الإنسان اللي قاعد يشوفه مستانس، أنا هذا يكفيني. يكفيك. يغنيني عن الأشياء المادية وكل شيء يغنيني عنه. تمام. طيب شو نضاف لك العمل التطوعي بعد سنتين ونص؟ يعني قبل سنتين ونص شلون كنت؟ أنا كنت أشتغل قبل سنتين ونص تطوع. وين؟ كنت أشتغل بالإشراف التربوي. إيه؟ في أكاديمية بنان، في مركز تاج الوالدين، وفي أكثر من مكان كنت متطوع فيه. بس اللي فادني الخبره ان انا قبل كنت كله اشراف تربوي ما حسيت نفسي فيه، فلما دخلت في المجال الاعلامي يعني انا كنت اكره شيء اسمه تصوير نهائيا. تمام. نهائيا دشيت بعد سنتين ونص الحين انا خلاص هوايتي التصوير. تصوير على الشاشه، تطلع على الشاشه لقاءات تلفزيونيه ولا تصور؟ انا اصور. هذه موهبتي. راح ارجع موهبتك بعد شوي نسولف عنها. بالنسبه لك انت ليش دخلت مجال التطوعي؟ والله انا يهمني ان اشوف اللي قدامي مستانس، يهمني حيل مو شويه. اشتغل، ابذل جهد، اعطي كل اللي عندي، ما همتني الماده، بس اللي قدامي المشاهد اللي ورا الشاشه. مثلا قدمت فيلم، اللي ورا الشاشه شفته مستانس، انا هذا انا هني ارتاح. شنو اللي قدمته ورديت لك رده فعل عليه؟ يعني شنو رده الافعال اللي قلت لكم؟ عندك فيلم لاني انسان. لاني انسان. أي. سولف لي عن فكره الفيلم، شنو قصته بالضبط، شنو كان دورك؟ هذا الفيلم مثلنا عشان العمال اللي يشتغلون عمال التنظيف. كانت فكرة الفيلم ان عامل نظافة او مو عامل نظافة، واحد يفكر بشغل عمال نظافة فيقول ليش ما اجرب، خلاص يصير عامل نظافة يوم واحد بس. تمام.
أشوف شنو ردة فعل الناس. لبس لبسهم وطلع ينظف الشوارع. أنا كان دوري إنه هو يم سيارتي ويحوشها. طقها بالغلط. أي وأنا أنزل له. تعطيه درس قاسي. أيوة بالضبط. اختصرت عليك. بالضبط. فإن آخر شيء إنه يبين لنا هو أصلاً مو من الجالية اللي يشتغلون. نعم. أيوة. فأنا أنصدم من كويتي. وتكون ردة فعل إنه أنا آسف. أوف. أي. ويعني يبين لك إنه ترى عمال النظافة بشر حالهم حالك مثل ما أنت تعامل إخوانك لازم تعاملهم هم. سامع. أنت اللي قاعد تسولف عنه طبعًا موجود على مواقع اليوتيوب اللي حاب يشوفه وإحنا أيضًا راح نعرض لقطات منه علشان القصة اللي قاعد يتكلم عنها تكون واضحة للسادة المشاهدين. شنو بالضبط صار معك في هذا العمل؟ نروح مع بعض نشوف هذا العمل ومن بعدها نطلع فاصل ونعود لنتواصل وإياكم. والله حرام يا أخي بعض الناس ما عنده لا رحمة ولا إحساس. شلون نعامل هالعمال معاملة سيئة يا أخي؟ ما يدرون إنهم مساكين ومعاشهم يا الله يكفيهم. إيه الحمد لله على النعمة، الحمد لله على النعمة. إيه أنا ليش ما أجرب شعورهم وأحس بإحساسهم يوم واحد؟ أجربهم شلون يعيشون، شلون الناس تعاملهم. بس هو ما راح يضر، والله فكرة. يلا حول ما تشوف. من قاعد اكلم انا؟ من قاعد اكلم يا الغالي. اول شيء لا تمد ايدك، ترى انا مثلي مثلك. نعم شو فيك لابس كذي؟ انا لبست هاللبس عشان احس معاناة هالناس اللي كل يوم تقوم الصبح عشان تنظف ديارتهم واحنا نعاملهم باسوء معامله. مثلك كذي شلون عاملهم؟ رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وقبل الفاصل شفنا تقرير وكان يحكي إنجاز هؤلاء الشباب والعمل اللي قدموه. ذكرني باسمه مرة ثانية. فيلم لأني إنسان. لأني إنسان. شنو الأعمال أيضا اللي قدمتوها اللي كانت على نفس المستوى؟ فيلم معاق ولكن. معاق ولكن. نعم. سولف لي عنه. فيلم معاق ولكن يحكي قصة إن شاب ما عنده أهداف، كل ما يبي يسوي شغلة يتحطم طموحه، كل ما يسوي شيء يتحطم طموحه. فشاف واحد معاق قاعد يمشي بالويلشير، يمشي يروح فيه ويسمع المعاق يردد كلمات إيجابية. يعني المعاق يعني استغرب، إذا المعاق يعني عنده طموح عنده هدف يسعى له، أنا إيش قاعد متحبط؟ لازم أسعى. فاشتغل وبادر عشان يكون يعني خذ المعاق قدوة له، يعني يقول إذا أنا الصاحي ما أسوي شيء لازم أسعى حق هدفي. تمام. هذا شنو اسم العمل؟ معاق ولكن. هم موجود على اليوتيوب. احنا ايضا راح نعرض مجموعه من اللقطات الخاصه بهذا العمل اللي قاعد تتكلم عنه. واليوم كنت تقاريرنا كثيره ولكن لنبرز جانب من العمل الاعلامي الذي يقوم فيه فريق رؤى الاعلامي. اسم العمل مره ثانيه معاق ولكن. معاق ولكن. خلينا نشوف لقطات من معاق ولكن ونعود لنتواصل واياكم. أنا شنو فايدتي بالحياة؟ الكل تخلى عني، ربعي تركوني، أهلي بسبب الخلافات اللي بينهم نسوني. الوظيفة اللي كنت أحلم فيها للأسف ما قبلوني. زوجة المستقبل اللي كنت أتمنى أن تكون من نصيبي، أهلها رفضوني. وهذا أنا
وحيد بهالدنيا. أحس أني ما لي قيمة في الحياة. أتوقع أن انتهت حياتي. ما راح أوقف، لازم أستمر، لازم أصبر واجتهد عشان أحقق هدفي مهما كانت الظروف، حتى لو الناس خلوني. شنو هذا؟ شو اللي قاعد أسمعه؟ قوة وإرادة لهالدرجة بيوصل لهدفه؟ قيمة الحياة، أبي أحس بقيمة الحياة، أبي أحس بقيمة الحياة. قيمة الحياة، صحيح، صح كلامه. قيمة حياة الإنسان تحقيق لأهدافه مهما كانت الظروف. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا العمل، ويعطيكم العافية على الجهود الجبار اللي قاعد تسوونها. أيضا عندكم مجموعة من الأعمال الأخرى اللي قدمتوها، صح؟ صح. مثل تبي من الأفلام ولا الأوبريت؟ سولف لي عن مجموعة الأفلام اللي قدمتوها، أبرزها وأبرز الأوبريت. يعني أنا قلت لك على اثنين، اللي هو لأني إنسان ومعاق ولكن وفي ابدأ بخطوة. هذا آخر فيلم؟ هذا آخر فيلم سويناه. إن شاء الله في فيلم قادم نصر حق أخواننا في غزة. أوكي، خلينا نسولف عن هذا ونسولف عن اللي في غزة. فيلم ابدأ بخطوة، يعني دائما الواحد لما يبي يحقق هدفه لكن يحط كلمة لكن. يقول انا مثلا ابي اشرب مثلا قلاص الماء، لكن بعيد علي، لكن بعيد علي، لكن انا على الهوى. اي زين اخي، لكن بعيد علي. إيه؟ واحد يقول انا بصير لاعب كره، لكن ما اعرف العب، لكن ما اعرف العب. انا بس لكن فلكن موجوده، لكن موجوده. فايه يعني اذا بتبدي بخطوه شيلها، تمام، هذه خطوتك، شيل لكن وانت راح تخلص. هذا المفتاح، هذا سر العمل، هذا سر العمل. وهل لاقى نجاح؟ والله وايد. عندكم أرقام على نسبة المشاهدة؟ على فيلم لأني إنسان كان أكثر مشاهدة عليه، اللي هو حقق ما يقارب ما أذكر الرقم، لكن إنه خذ من أفضل مبادرات في جائزة أمم المتحدة للأفلام أو الأشياء الإنسانية. ما شاء الله، خذ من أفضل المبادرات. تمام، ممتاز. طيب العمل اللي جاي اللي سولفت لي عنه، اللي هو عن غزة. عن غزة جهزتوا؟ نطبخونه في غزة؟ لا بعد. هذا اللي كنتوا قاعد تطبخونه في رمضان؟ هذا من أحد الأعمال اللي قاعد نطبخها في رمضان. شنو اللي جهزتوه برمضان القادم اللي قاعد تجهزونه الحين؟ خليهم عندك. يلا اللي شنو جهزتوا؟ كنت معاهم طبعا. اي اكيد معاهم. اي جهزنا عندنا ان شاء الله بالعيد برنامج او نفس احتفال اسمه فرحة العيد. نعم. مسابقات، اناشيد، ان شاء الله راح يكون اول 3 أيام بالعيد. مستمر 3 أيام الاولى؟ اي تمام. لا مو اول 3 أيام، ثالث رابع خامس. ثالث رابع. ثالث رابع. ثالث رابع وخامس ايام العيد. تمام. البرنامج ككل يعني مسابقات، شيء وناسة. وين بتقدمونه؟ إن شاء الله راح نقدمه بمسرح جمعية الإصلاح. يعني إن شاء الله يكون في حضور؟ إن شاء الله. تمام، عبارة عن فقرات، مسابقات، مسابقات وأناشيد واحتكاك وتواصل مع الجمهور. أكيد مع الجمهور. ومن المقابل في جوائز. أكيد. ليش يعني أنتوا بهالفكرة؟ أنتوا أساس عملكم إعلامي، ليش هالجانب الاجتماعي؟ عشان نحبب الناس اول شيء، عشان نحبب الناس بالمجال اللي احنا قاعد نشتغل فيه. يعني احنا مو بس فريق اعلامي، نقدر نشتغل بالجانب الاجتماعي. تمام. اللي قال عنا في البدايه هو عمل اعلامي ولكن في جانب تربوي. إينا. صح؟ صح. ممتاز. هذا اللي انتم قاعد تحققونه. هذا العمل بس اللي قاعد تجهزونه حاليا ولا في بعد شيء ثاني؟ بس فيلم مال غزه. يعني هو فيلم غزه. هو قاعد نجهز حق مسرحيه في عيد الاضحى. طيب انا بسولف عن شوي فيلم غزه وهو موضوع حساس. اول شيء اعمالكم ايش كثر تاخذ؟ كم وقت؟ كم مدتها؟ الافلام؟ ايه على حسب، يعني اذا كل وقت مثلا دقيقه ولا ثواني يفرق. يعني احنا حاطين ببالنا الفيلم يكون حق الانستغرام، ما يكون حق اليوتيوب. فال 15 ثانيه يعني ياخذ بالكثير يومين، يوم ونص بالكثير. التصوير متعب طبعا. التصوير متعب، ايه؟ لكن المونتاج وناسه، نخلص على السريع. ايه تعرفون بالمونتاج؟ اي نعم. تمام، انا ودي اسولف عن يعني الاعمال العربيه وغزه، ليش اليوم التفتوا للجانب العربي على مستوى غزه، القضايا العالميه، ليش بدينا نلتفت لها؟ هم الاحداث اللي تشدكم، اللي تشد الحين، يعني الناس الحين كلها تفكيرها
تبي تساعد اخواننا في سوريا في غزه في كل مكان. فاحنا خلاص دام شفنا ان هذا اللي قاعد يشد نظرهم فخلنا نسوي لهم عمل ممكن نشد نظرهم فيه. تمام. هل قاعد تستعينون باحد من ذوي الاختصاص على جانبك وكذلك على جانب اخو يوسف يعني علي على جانب التمثيل وهنا على جانب الخبرات اللي عندك كلها؟ شو منو قاعد تستشيرون؟ من اللي قاعد يفيدكم؟ والله قاعد من الاشخاص اللي نستشيرهم دكتور عصام الفلي. عصام الفلي؟ اي قابلته اعتقد. هو شنو مسمى؟ يشتغل في يعني هو كان ماسك مسرح جمعية صلاح. هو كان ماسك الامور المسرحية في جمعية صلاح. صحيح. نستشير من اهل ذوي اختصاص. عندك المهندس الصوت عاصم البني ما شاء الله يلكم. اي هو واحد من اللي اعطانا اساسيات الصوت. نعم. دوره. نستشير بعد عندك المنشد عثمان ابراهيم ما شاء الله نستشيره بعد واغلب اعمالنا وياه. اهل التصوير وايد يعني بالتصوير كل يوم مصور. اي كل يوم مصور طالع لنا ونستشيره. وبالنسبه لك على جانب التمثيل هل كان في نصائح تجي لك؟ بعض الانتقادات بعض التعليقات اللي كانت توجهك تعلمك شلون بالضبط يتم التمثيل بالشكل الصحيح؟ مواجهة الكاميرا كيف تواجهها؟ شلون تكون حركاتك ولا؟ أكيد جتني انتقادات وايد بما أني يعني مو بروفيشنال بالمجال اللي أنا أشتغل فيه. يعني قاعد أتعلم للحين فجتني انتقادات وايد. أول شيء أول ناس انتقدوني واللي هم يبون الخير الأهل. بعدين الشباب اللي معي بالفريق في منهم اللي عنده خبرة أكبر مني بالتمثيل علموني وجهوني. فاستفدت. اي أكيد. ما تفكر أنك تنتقل من جانب التمثيل إلى جانب آخر مونتاج تصوير تكتب نص؟ انتقال لا بس أضيف على المجال اللي أنا أشتغل فيه ممكن. يعني تكون أنت في جانب التمثيل بالإضافة لذلك تمسك تصوير أو إعداد النصوص مثلا؟ هندسة صوت. هندسة صوت. أيوة. حبيت هندسة صوت شكلكم مثرتوا عليه بالدورة اللي قدمتوها. طيب دور أولياء الأمور معاكم يعني كنت قبل شوي تتكلم عن الوالدة الأستاذة أحلام بركات. أحلام بركات كلمنا عن دورها يعني معاكم. هي أول شيء شنو تخصصها الوالدة بشنو متخصصة؟ هي إعلامية في دارة شؤون القرآن الكريم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي تخصصها هندسة صوت. تمام. فا هي كدورها في الفريق أم وإحنا عيالها. ما شاء الله كلكم. كلنا. فدوره في الفريق وايد كبير يعني دينامو الفريق. دينامو الفريق اللي تحرك الفريق كله تقريبا. واذا احد ما حضر تسال عنه الى اي شلون الام وعيالها. اي هذا هو. والشباب متفاعلين معها وشابين. نعم. طيب خلينا نطلع شوي من جو الفريق نسولف بشكل عام عن الفرق التطوعيه وعين توجه الشباب لها. شلون قاعد تشوف توجه الشباب للاعمال التطوعيه والفرق التطوعيه والمجاميع التطوعيه؟ هل الشباب قاعد يروحون بكثره لها؟ وهل هذه الفرق قاعد تعطيهم اللي يبونه؟ سؤالين. الشباب قاعد يروحون وهل الفرق قاعد تحقق لهم؟ بالخمس سنين اللي طافت الفرق الاعلاميه قاعد تطلع بظهور بشكل مو طبيعي. التطوعيه. اي. يعني اذا ودك تشوف الفرق التطوعيه وشون طرقهم عندكم ملتقى سواعد. اي. اللي كل سنة ثاني سنه يسوونها السنه. فلما احنا يجمعون الفرق التطوعيه فانا يعني عرفت الفرق من الملتقى نفسه. وهنا قاعد اروح اسال الشباب خبرات قاعد اخذ منهم وياخذون مني فقاعد اسالهم انت شنو متى اللي يقول لي انا صار لي سنه انا يقول لي صار لي شهرين ها قاعد يقول هل قاعد تستفيدون من الفريق نفسه؟ في واحد يقول والله انا مجالي تصوير داش مثلا فريق حروف يعني لا مو فريق حروف فريق انه عن التصوير هو تخصص التصوير داش فريق متخصص بالثقافة بهالأمور بالشعر بالأدب بالأدب وهالسوالف داش فقاعد يقول أنا ما قاعد يفيدني وايد يقول كفريق كأنا مجالي تصوير داش ممكن إني أغطي لهم بس قاعد يقول ما قاعد أستفيد ما قاعد يزيد خبراتي وكذي فقاعد يقول ممكن إني أدمج فريقين أنا أعطيته رأي قلت ليش ما حياك ويانا وخليك فريقك إحنا ما نغصبك إنك تدش ويانا غصب حياك خليك معنا وياهم فوايد قاعد اشوف ان هذه المشاكل بس في ناس مثلا يجون الملتقيات اللي يجمعون فيهم الفرق التطوعيه يشوف الفريق يقول انا مثلا مجالي واحد يقول انا مجالي رسم او جرافيك هالسوالف يدور فرق عامية واحد يقول انا مجالي
بالإنساني، يدور فرق إنسانية. صحيح. واحد يقول أنا مجالي مثلاً مجال شعر، روايات، رواية، يروح حق جليس مثلاً على سبيل الجليس مثلاً. عندك غير الجليس في رواسي اقرأ، ايه نوادي القراءة كثيرة. بالنسبة لك شلون قاعد تشوف توجه الشباب؟ هل في أحد يعني تعلم منك؟ هل حاولت أنك تجذب أحد معاك؟ كلمت أحد سألوك هذا العمل جيد نبي ندش معاك اليوم بنكون مثلك؟ والله هم اللي الشباب اللي قاعد يشون هالمجال وايد، بس مجال التمثيل ما يدشونه وايد. في يعني وايد ناس يخافون من الكاميرا، ما يوقف قدام كاميرا، إذا شاف الكاميرا يرتبك يخاف يتبلعم. فمجال التمثيل إحنا مجموعة معينة، في يقول نبي نتعلم، أقول له مثل. أنا ما أقول لك ما مو أنا اللي أعلمك، أنت لازم يكون فيك التمثيل، أنت تعيش الدور نفسه. فتعليم ما أعلم، تمام، أو أن أوجه بس. شفت واحد عنده غلط أوجهه، أعلمه الطريقة الصح. تمام. يعني الشباب قاعد يتجهون حق هالمجال. إيه. برأيك يعني هذا اللي قاعد تشوفه. إيه. تمام. أنا أيضا عندي سؤال حول الفرق التطوعية، صارت وايد اليوم. فرق تطوعية صح؟ هذا سلبي ولا إيجابي؟ يعني صارت وايد وعمرها قصير، يعني مثل الورود عمرها ما يتعدى أسبوع أسبوعين ما تتوردة صح؟ بعيد الشر عنكم، ولكن الفريق تطوعي شهر شهرين، فعالية فعاليتين بالكثير سنة، وكل واحد من أعضاء الفريق كولى مجموعة ثانية. يعني على سبيل المثال فريق رؤى في 10، هالعشرة بعد سنتين كل واحد يكون له فريق فيهم، فيصير بدال فريق 20 فريق. هل هذه قاعد تصير؟ قاعد اعتقد انها ظاهره غير صحيه، والواحد بس يبي يكون هو الليدر، هو المتحكم، هو القائد. هذه ظاهره سلبيه كبيره 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 سلبيه. هذه الظاهره كل واحد يدش، يعني انت داش متطوع ليش تفكر بمناصب؟ تصير معاكم طبعا. هي صارت فينا والحمد لله عالجناها. بفضل الوالده عالجتوها. فضلنا احنا مو الوالده، يعني كنا قاعد يعالج نفسه. تمام. يعني انت الحين داش متطوع بارادتك، مو احنا اللي غاصبينك. تي تفكر بشيء اسمه منصب. انت الحين تبي تمارس هوايتك وشيء انت تحبه ولا تبي منصب؟ مفروض من البدايه احنا عارفين، يعني نكون عارفين انت شنو اللي ببالك. فهذه مشاكل وايد قاعد تصير مع فرق تطوعيه. يعني في اكثر من في فريق من 2002 بتاسس لليوم الحمد لله نفسه ما تغير. يمر فيه مثلا مثل امور مشاكل اداريه يحلونها. كويت وافتخر على سبيل المثال؟ لا لا مثلا اذا تبي اذكرك. إيه؟ فريق منافس لنا اللي هو فريق وصال الاعلامي. ما شاء الله. هذا يعني من الفرق اللي منافسه لنا. تمام. منافسه شريفه واخلاقكم عاليه وراقيه ما شاء الله. ما شاء الله عليهم. هم من 2002 لليوم تمر عليهم مشاكل لكن يحلونها بينهم وبين بعض. فريق واحد نظل. واحد بيطلب ياسس له فريق شراجه لك، احنا ما ننهدم عشان واحد. فهذا يعني هذا المبدا الصح. يعني انت طلعت بارادتك مو بارادتي انا. صح. صارت لك مشكله تعال قول لنا نحلها، اما انك تطلع وتاسس فريق وتذم لا هذا غلط. زين الاوبريتات اللي قدمتوها شنو كانت؟ ثلاث اوبريتات. ايه اوبريت وطني ربيع قلبي، كان اوبريت وطني. تكلمنا عن هذا اوبريت وطني ربيع قلبي. طيب هو موجود على اليوتيوب ايضا اللي حاب يشوفه؟ مو موجود كامل، موجود منه مقاطع. طيب انا ايضا بحط منه مقاطع حق السادة المشاهدين. أوبريت وطني ربيع قلبي، نشوف مع بعض هذا التقرير اللي يتكلم عن هذا الأوبريت، لقطات من عنده، ونعود لنتواصل مع الشباب. تعالوا نبتدي بمولد ديرتي. تبون تعرفون يوم مولدي؟ مولدي في قبائل من أصل بني وائل، من أسرة عربية عريقة وقوية، والهدار موطننا. عودوا جميعا معنا،
نقرأ ذاك الزمان نصغي لماضينا الذي يروي الحكايات لنا نعود جميعا معنا نقرأ ذاك الزمان نصغي لماضينا الذي يروي الحكايات لنا ماذا ترى كان هنا يوما تجددنا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير ومستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة سولف لي عن هذا الأوبريت اللي شفناه الأوبريت يحكي قصة الكويت من أيام الشيخ أحمد الجابر ما قبل النفط 1910 11 12 لعهد الشيخ صباح نعم يتكلم عنه بالتسلسل كان طريقته بأسلوب أوبريت إنشادي مع كان يطلعون مثل بنات صغار يحكون القصة يسوون مثل حركات استعراضية وكان يحكون فيه القصة وكان فيه فيلم شغال وراء مسوينا الشوارع دمج يعني سير. ايه دمج يصير وين قدمتوا هذا؟ قدمناه في البداية أول مرة في مركز أو مسرح تنمية المجتمع اللي في جنوب السرة ضاحية الزهرة ايه. بعدين طلبوا منا كويتي وافتخر أن نعرضه عندهم بالمسرح وعرضته عرضناه مرة أولى الجمهور طلب أن نعيده مرة ثانية عدنا بعدين سويناه هالسنة مرة ثانية عدنا الأوبريت لكن غيرنا فيه وايد أشياء هم كويتي وافتخر طلبوا بإعادته وهم مرتين نعاد بكويتي وافتخر تمام ما شاء الله يعطيكم العافية من مؤسس الفريق عندكم ولا أنتم كلكم مجموعة المؤسس إيه؟ قلت لك قاعدة الديوانية أنتم كلكم مجموعة يعني مع بعض. ما في واحد يعتبر رئيس للفريق كلكم أعضاء في إحنا موزعين أمور لكن شكليات إيه يعني مو شيء أساسي تمام الأوبريت الثاني شنو كان الأوبريت الثاني أوبريت أنوار الإسراء إيه؟ كان يتكلم عن قصة حادثة الإسراء والمعراج يبنى الأستاذ وجدي العربي الفنان اللي كان يمثل بالأفلام التاريخية واضح معروف يبنى وسوينا معاه مثل كان هو كان مسرحية لكن مسرحية قصيرة سوينا وياه قصة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الإسراء لنهايتها فمثل فيه ويانا سولف لي عن التمثيل شنو كان دورك فيه هي كانت المسرحية يعني أو الأوبريت إيه؟ إن أبو ويا عياله يكلمهم عن الإسراء والمعراج حادثة الإسراء والمعراج تمام فأنا كنت أحد العيال هي عبارة عن قصة وفيها راوي والراوي كان الأستاذ وجدي عربي وأنت واحد من الأبناء أنا واحد من الأبناء اللي تسمع القصة وبعدين ويعني في لي حوار ويا الأبو أو ويا واحد من الإخوان شلون كان ردة الفعل يعني بعد ما قدمتها والله هذا كان أول أوبريت لي هو أكثر انتقادا كان عليها أيوة بس حصلت تشجيع وايد 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 مو شوية شجعوك إنك تستمر في هذا المجال أي. تمام والأوبريت الثالث كان عبارة عن هو اللي قلت لك عنه أوبريت الوطني الثاني أوبريت أحلى ديرة نفس أوبريت وطني ربيع وقلبي لكن غيرنا فيه محاور سميناه أحلى ديرة تمام كان بالتعاون مع مجلة الوعي الإسلامي باسم براعم ليمان كان بالتعاون معهم تمام يعطيكم العافية على الحضور اليوم معنا وأنا يمكن حاولت أن أطلع الأسئلة كلها أغطي كل الجوانب الخاصة بالفريق بس آخر نقطة أبي أسولف عنها بشكل سريع جدا عشان أختم معكم شنو الصعوبات اللي تواجهكم على مستوى الفريق وأنت كشخص أنا كصعوبات أواجهها بالفريق إيه؟ ماكو وايد صعوبات واجهة كل شيء يعني أنا كل بالنسبة لي كل شيء ماشي بالتمام تمام كل شيء ماشي وياي بالسليم والوضع اوكي وياي. نعم والفريق شنو محتاج؟ دعم مادي. تمام. وبالنسبة لك؟ انا لا انا صعوبات ما تواجهني صعوبات. اطلاقا. والفريق؟ انه مرات وقتي يتعارض مع وقت الفريق. هذه الوقت مشكلة. اي فهذا الشيء الوحيد اللي يعارضني بس. يعطيكم العافية. الله يعافيك. في ختام برنامج هذه هدية بسيطة مقدمة من قناة الكوت مجموعة عطور مقدمة من شركة أمل الكويت للعطور البخور. يعطيكم العافية على الحضور معنا اليوم واستمتعنا بكلامكم الطيب وإن شاء الله يا رب منها للأعلى ونزوركم ونشوف هذه الأوبريتات ونشوف هذه الدورات اللي تقدمونها تعلم
ونستفيد كل الشكر والتقدير لأخوي علي اليوسف وأسامة مشاري من فريق رؤى الإعلامي. مرة ثانية كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعطيكم عافية ومستمرين معاكم، لكن راح نروح فاصل صغير ونعود لنتواصل وإياكم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة، وعندنا مجموعة من الفقرات، مجموعة من التقارير، وهذه الأجواء اللي مرتبطة بعيد الفطر السعيد. وقبل شوي كنا نتكلم مع مجموعة من الشباب، يمكن أعطيناهم وقت أكثر نسولف معاهم، نتحدث وإياهم عن إنجازاتهم، عن الفريق نفسه، عن الأعمال اللي يقومون فيها، حتى تكون هناك فرصة لهم بوسائل الإعلام للحديث بشكل مناسب عن إنجازاتهم وعن احتياجاتهم، شو اللي يحتاجونه من المجتمع. ولكن في المقابل عندنا الجانب الآخر، الجانب اللي يعطي دائما، وجانب المدربين، وجانب الاستشارات، وهذه الأفكار اللي دائما ما تكون بناءة وتكون الكويت ولادة فيها وسباقة، لأنها تبرز الجانب الإيجابي. يمكن في أيام العيد اللي مضت حاولت أتحدث عن إنجازات المرأة الكويتية، وكان لنا فقرات خاصة مع المرأة الكويتية وإنجازاتها. ابتدأنا لربما مع الأستاذة مها البغلي، كذلك الدكتورة حوراء الحبيب اللي ايضا بينت جانب من الجانب المهني عندها. انتقلنا بعد ذلك يعني مع جوانب اخرى، مدربه في التنميه الاسريه استاذه انوار الحمد، كان لنا لقاء ايضا مع استاذه مريم الدخيل. وهذه يعني الاسماء لامعه في دوله الكويت لا ينقصها الا ان تمارس العمل، ومو بس العمل محتكر عليهم، هناك ايضا اسماء جباره تعمل على قدم وساق حتى تقدم للمجتمع كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد، ومن شأنه أن يساهم بتطوير المجتمع بكل مجالات. اليوم أيضا ضيفتنا العزيزة هي ضيفة ليست بغريبة على برنامج أهل الديرة، واستضفناها في أكثر من يعني دورة، وكان لها دورات كثيرة تقدمها، كان لها أفكار كثيرة تقدمها. الجميل بضيفتنا أن دوراتها لا تقتصر فقط على دولة الكويت، في دولة الكويت عندها دورات، خارج دولة الكويت عندها دورات، فكر راقي يعني بعمر الشباب، ولكن هذا الفكر كثير من الكبار يحتاجونه حتى نتطور في كثير المجالات. معنا الاستاذه المدربه في التنميه البشريه ريم الجبر، حياك الله معنا في برنامج الديره. ونقول لك كل عام وانت بخير بمناسبه عيد الفطر السعيد. واليوم ربما الحديث عن التنميه البشريه شامل، بس خلينا قبل لا نروح للتنميه البشريه نعود نتحدث عن رمضان. شلون كانت اجواء رمضان مع مدربه التنميه البشريه الاستاذه ريم؟ شلون كانت الاجواء الرمضانيه؟ شنو اللي استفدنا فيه من رمضان؟ صلاة الرحم، التواصل، العبادات، كثير من الأمور اللي كانت تصير معنا برمضان، العمل، هل كان هناك دورات وعمل سويته برمضان؟ سولفي لي شوي عن الأجواء الرمضانية. هو عموما الأجواء الطاغية برمضان أجواء روحانية، صحيح، ويغلب عليها التواصل الاجتماعي عدل. إن كان بين الأهل والأسرة والأصدقاء، وهم تقدر تقول الغبقات اللي قاعد تصير بين المدربين، بين الإعلاميين، بين كل زملاء يعني، صحيح. التواصل الاجتماعي خذ وقت كبير من الشهر، والجانب العبادي بعد، وجانب العبادي التواصل الروح، طبعا الجانب الروحاني بشكل كبير. الغبقات الرمضانيه اللي كانت مرتبطه في الجانب الاعلامي كبيره، واعتقد واحده منها كان يقدمها اخونا محمد المعتوق. أي. هل حضرتي لها؟ اي، للاسف يعني وجه لنا دعوه ولكن لظروفنا ما قدرنا نحضر، ولكن سمعت انها كانت ناجحه بناءه. شنو الاستفاده من هالدورات اللي تقدم، دورات الملتقى الاعلامي للمدربين؟ اول شيء نلتقي احنا كمدربين كلنا في مكان واحد، ساحه واحده، ونتطور مع بعض، نرتقي مع بعض مستوى واحد، هم عشان عموما نعم يعني هذا يفيدكم على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي. الشخصي والعملي، تمام. هذا يعني الملتقى حقق انجاز كبير، وانا يمكن تواصلت مع محمد معتوق اكثر من مره، وكان له لقاء عندنا في البرنامج تحدث عن هالملتقى وسنويا يسوي. هل استفدتي من جانب الخبره من المدربين اللي كانوا موجودين، من جانب المعارف، كان لنا معارف، ولا كان مجرد غبقه رمضانيه وانتهت؟ لا اكيد، هو اهم شيء باي عمل باي مجال انت تتخذه علاقاتك العامه، لازم تحتك بالمدربين اللي معك، لازم تعرف وين وصل عموما التدريب او نهضه التدريب هذه الصحوه اللي بالمجتمع وين وصلت. وكذي استاذ ريم، مجموعه من الدورات اللي تقدمينها على طوال العام داخل الكويت وخارج الكويت، وما شاء الله عدد المشاركين باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا نشيطه،
كلمينا عن الدورات اللي قدمتيها، وكان يعني كم دورة قدمتي خلال السنة هذه؟ والله وايد، احنا هم نطرح دورة واذا كان في عليها اقبال او الناس يبغون تكرر تكرر يتم تكريرها. اي، وهم كررنا الدورات اللي بالكويت كررناها برا الكويت لان كان في عليها طلب من برا الكويت. ما شاء الله. كلمينا عن ابرز الدورات اللي قدمتوها. ابرز الدورات هي شوي تدقق على اللايف ستايل، تمام، نمط الحياه، نمط الحياه، شلون تتغير نمط حياتك وتفكيرك بشكل عام. تمام، هذا احنا محتاجينه في المجتمع، هذا اساس كل شيء. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه، شلون اقدر اغير نمط حياتي وشلون اقدر ابدا حياه جديده واخلي حياتي كلها سعاده وكلها فرح وكلها عياد، ما انتظر بس عيد الفطر ولا عيد الاضحى ولا رمضان يعني ولا راس السنه ولا حتى اعياد الوطنيه والتحرير والاستقلال، شلون اقدر اخلي حياتي كلها هي عيد؟ هو راح تستغرب من الكلمه، هو مفتاح واحد. تمام، مفتاح من كلمه واحده. أيه؟ تغيير الافكار. مجرد ان اغير الافكار تتغير معي حياتي. شلون ممكن اغير الافكار؟ اول شيء على شنو كانت تعتمد هالدوره؟ شنو اللي يعني المهارات اللي قدمتوها بهالدوره حتى نستطيع تغيير افكارنا؟ خل اقتبس من الدوره حديث قدسي، وهو شوي يعتبر دليل ان اقنعك قبل اقنع المشاهدين. في حديث قدسي يقول انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. صحيح. لو تمشي معي خطوه خطوه والمشاهدين يمشون معي، انا عند حسن ظن عبدي بي، عبدي بي، او خلينا نقول انا في روايتين، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. نعم، يعني الله عند ظنوننا. نعم، هذا واضح. الله عند ظنوننا. الظنون شنو هي؟ توقعات. صحيح. اذا الله عند توقعاتنا. اذا اللي نستفيد منه اخر شيء من الحديث القدسي ان توقعاتنا هي شنو؟ واقعنا. تمام، توقعك هو واقعك بالضبط، لان الله قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، يعني حتى لو كان توقعك اكبر من قدراتك ولكن راح يحصل، راح يحصل بالضبط. نعم نعم، اعتقد ان هذه هي القيمه الاساسيه للدوره. هذه القيمه الاساسيه. وشون كانت ردة فعل المشتركين في الدوره؟ شلون كان حضورهم؟ شلون كان تفاعلهم معك؟ هل رايتي ايجابي ولا كان الحضور قليل؟ كانت اسئلتهم استفساراتهم يعني مفيده بالنسبه لهالدوره ولا لا؟ كبير حيل حيل، يعني ما تتوقع ان تغيير الافكار بحد ذاته، يمكن اللي عنده مشروع يتجه شويه حق الدورات، خلينا نقول اللي تهتم بالمشاريع الصغيره، تنميه. صح. المشاريع. صح. او اللي يهتم بالمال مثلا، شلون تكوين الثروه وهكذا، مثلا خلينا نقول المتزوجين المقبلين على الزواج، في اكثر من مجال للتدريب. لكن اللي يروح حق اللايف ستايل عموما، انه يغير نظام حياته، راح يتغير معاه كل شيء from A to Z. هل في ناس يعني اشتركوا بهالدوره يو قالوا لك بعدين استاذه ريم احنا فعلا تغيرت حياتنا؟ فئه كبيره. معقول؟ فئه كبيره، ويتعمدون انهم يولي بالدوره اللي بعدها. أيه. عشان يكون كاستشهاد ودليل حق المشاركين الجدد، ولا تشوف الدموع لانه صار في تحقيق اهداف. تمام. كان في ناس حاطين في بالهم هدف ما قدروا يوصلوا له، فهذا اعطاهم احباط، اعطاهم، بس لما حققوا الهدف استغربوا انه من شيء بسيط، وهو صح شيء بسيط انك تقدر تغير كل شيء. تقدر تغير نمط الحياه يعني من خلال ايضا عودتك الى الجانب القراني، الجانب الديني. أكيد. يعزز فيك كثير من هالامور. اكيد. والبعض يمكن بعيد عنها. اكيد. طيب، بعد شنو من الدورات اللي قدمتيها واللي ساهمت ايضا خلينا نقول بنجاح وبتغيير كثير من الافكار لدى المشاركين فيها؟ بعد عندي هندسه الحظ. هندسه هندسه الحظ والاهداف. الله الله الله، كبيره شوي. لان كل الحين صار في فئه كبيره تتكلم عن الحظ. أي. انا حظي حلو ولا حظي مو حلو، ولا فلانه تقول حظها نحس وحظها فصار كلمه الحظ وايد متداوله. نعم. وصارت خلينا نقول شماعه، اي شخص صدف معه صار اللي يبي ولا ما يصير. صح. على الحظ، كل شيء بالحظ. ولكن شنو قدمتوا بالدوره عشان تغيرون هالافكار؟ ان ما يصير انت تعيش بعالم خلينا نقول الصدفه. اذا كانت السفينه ما لها ربان، تخيل سفينه بوسط البحر ما لها ربان، ما حد قاعد يدير الدفه لا يمين ولا يسار. تطبع؟ لا ما تطبع، لكن الهواء يوديها يمين ويوديها يسار. عزيز. فعشان كذا قاعد يصير معنا مرات، مره زعلان، مره راضي، مره مستانس، مره مستانس، مره ناجح ومره مو، يصير فيه فتور او انه فشل. صح. فعشان كذي الدفة مو بإيدك، لكن إذا أنت مسكت الدفة بإيدك، أول كلمة تقولها أنا مسؤول عن تصرفاتي ومسؤول عن كل شيء بحياتي. تمام. بغض النظر إذا اللي قدامك هو اللي سوى رد فعل معين، يعني أنت المسؤول. تمام.
شو اللي خلاك تتجهين لهال يعني المجال تقديم الدورات المرتبطه بجانب كبير من علم الافكار؟ على سبيل المثال هندسه الحظ مرتبطه بعلم الافكار، بترتيب البرمجه اللغويه العصبيه، حتى في خطط مستقبليه. اي وكذلك اللي قبل شوي كنت تتكلمين عنها اللي هي دوره نمط الحياه لايف ستايل. اي وش اللي خلاك تتجهين لهذا الجانب؟ عموما انا عشان امتهن هذه المهنه او اني اسلك يعني بهذا المجال، أي قبل كل شيء واجهت عقبات بحياتي. معقول؟ كبيرة. عقبات كبيرة والله، كبيرة ما تخيل. يعني ما كانت ريم الجبر ناجحة من البداية، مرت مجموعة تحديات. تحديات كبيرة. نعم. يعني مثل ما يقولك أنا بديت من الصفر. وصلت لدرجة أني واجهت عقبات بحياتي، وصلت لدرجة الصفر. من الصفر رديت مرة ثانية، رتبت نفسي من جديد. أول شيء سويته، ليش قاعد يصير كذي؟ زين، في ناس وايد قاعد يمرون بهذه المرحله، قاعد يسعى، قاعد يعطي، قاعد يسوي، قاعد يبذل جهد، لكن ما يوصل، او بالكامل يتجه اتجاه ثاني غير اللي هو يبي. سالت نفسي هالسؤال، حاولت اني ادور الاجابه. كان في بدايه خلينا نقول الصحوه اللي قاعد تصير في المجتمع حق التنميه البشريه عموما. نعم. اتجهت في ذاك الاتجاه، قمت ابحث. اول شيء كنت تلميذه، كنت امتي كاب، قعدت شوي اتتلمذ ادرس واتعلم واقرا، وبعدين شفت ان الموضوع محتاج الكثير من القراءه والتوعيه، محتاج كبير، ويبي له وقت، يبي له وعي، يبي له انسان عنده اراده انه انا اتغير صدق، يقرر انه يتغير. تمام. ترى هذه قهوتنا جيده، قهوه العيد. انا ما اشرب قهوه لكن لانها حلوه قاعد اشربها. تمام. عشان كذي بعد ما واجهتي هذه الامور في حياتك، حبيتي تفيدين المجتمع فيها، وهل لقيتي ان في وايد مثلك كانوا عندهم عدم معرفه بمواجهه الحياه، ما عندهم خطط مستقبليه، ما عندهم بلان، lack of planning مثل ما يسمونها؟ هل كان في وايد؟ راح تستغرب ان يمكن اغلب المجتمع كان كذي. معقول؟ اغلب المجتمع. زين، السؤال يطرح نفسه، ما اهميه التنميه البشريه في حياتنا؟ هل التنميه البشريه مهمه ولا هي مجرد كلام نظري نقعد نعيده كل يوم في لقاءاتنا التلفزيونيه ونقعد نكررها؟ والتنميه البشريه تحدد اهدافك وتوصل الى، هل فعلا مهمه التنميه البشريه؟ انا اقول لك احنا عموما في المدارس ولا الجامعات اللي قاعد يركز على عليها، خلينا اقول لك الجامعات والمدارس التعليم، لكن مو التنميه البشريه فيما يخص الانسان حياته مهاراته. تمام. فنقدر نقول الدورات عموما في التنميه البشريه قاعده تركز على هذا الجانب بالذات، وهذا الجانب هو اللي يطور الانسان اكيد، وهو اللي يخليه يعرف شلون يحط الخطط وشلون يوصل لها. ايضا من الدورات اللي قدمتيها كانت عندك بعد دورات اخرى ولا بس هالدورتين؟ لا، في بعد. مثلا في انا اعطي دورات ورحلات، ان كانت رحلات بحريه بريه، فانا دمجت التدريب مع المتعه. رحله بريه بحريه شلون؟ رحلات بحريه كنت نأجر مثلا يخت. تمام. نسوي فيه الدورة داخل يخت مع فعاليات متعددة، إن كان مسابقات، المسابقات التحفيزية، أي مسابقات ذهنية شوي، أن تحفز روح القائد أو المجموعة. غير هذا في فعاليات ثانية قاعد أحاول أن الناس تعبت من أن قدامها يوقف مدرب أو أستاذ ويتكلم. تمام. تعب من هذا الشيء، كافي أنه 12 سنة دراسة ويكملها مرة ثانية، فقاموا الناس يملون، فحاولت أني أدخل المتعة مع التدريب، حتى بدوراتي التدريبية أدخل المتعة مع التدريب. تمام. نكسر شوي الروتين. تمام. هذا جانب الرحلات البحرية. البحرية. البرية. البرية لحد الحين، بس نبي تطلعون فيها وخيامات تعليم دورات خارجية. والرحلات البحرية وخلينا نقول والبرية شوي فيها طابع نسائي، لأن مو عنصرية نسائية، بس أنا قاعدة عشان تأخذ راحتها. أي الفتاة المشاركة. أي طبعا هذا هو الأجمل في هذه الرحلات، يمكن أعتقد من الردود الأفعال اللي وصلت حول هذه الرحلات واللي قرأناها بأنها تعطي طابع جميل الفتاة تشوف لله مكان مدربة، واللي معانا نساء، واحدة كل واحدة تتكلم عن تجربتها بشكل ناجح. أنا أيضا مستمر معك، خلصنا بارت الأول بشكل سريع جدا ما شاء الله عليك، ولكن عندنا مجموعة من الأسئلة المرتبطة بجانب التنمية البشرية، للحين ما سألت من أسئلتي إلا السطر الأول. هذا كله قاعد أسأل عن مجموعة الدورات اللي تقدمينها حتى تكون واضحة للسادة المشاهدين، واللي حاب يشترك بهذه الدورات، شلون ممكن الفتاة تشترك معاكم بهالدورات اللي تقدمينها، البحر، الرحلات اللي تسوينها البحرية؟ عموما في أكاونتي، وفي عندي مفاجأة إن شاء الله بعد بعد فاصل؟ إي.
في مفاجأة؟ مفاجأة. خلينا نروح فاصل ونرجع نشوف مفاجأة مع أستاذ ريم الجمر. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معكم في برنامج أهل الديرة والبارث الأخير في حلقات العيد الجميلة اللي تواصلنا معها وإياكم. كانت حلقات جميلة وكانت فقرات منوعة وكان في كثير من التقارير، وهذه التقارير نقلت لنا الطابع الخارجي. صحيح أن احنا داخل برنامج وفي الخارج في كثير من الأمور، إن شاء الله يا رب أيضا نتواصل معكم بمناسبات أخرى. وختام هذه الحلقات راح تكون معكم اليوم، أذكركم بأن برنامج أهل الديرة سيبدأ بإعادة الحلقات منذ أول يوم الأول برمضان، شهر رمضان المبارك اللي يعني إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليوم والبركة، إلى آخر يوم. هذه الحلقات كلها راح تبث بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إن شاء الله إلى أيام العيد، وراح يكون هناك يعني إعادة 3 أيام، واللي ما شافها يقدر يتابعها خلال مواقع التواصل الاجتماعي على أكاونتي الرسمي في تويتر، وكذلك على الانستغرام على اكاونت الكوت في تويتر، وكذلك على اكاونت الكوت في يوتيوب. نرجع نسولف عن المفاجاه الضخمه اللي قلتيها، مش مفاجاه بس قبل لا نسولف عن المفاجاه ابي اسال سؤال صغير. ايش رايك بالمجاميع التطوعيه اللي قاعد نشوفها بالمجتمع الكويتي؟ انا قبل شوي كان عندي فريق تطوعي اسمه فريق رؤى الاعلامي. ايش رايك بالمجاميع التطوعيه؟ بناءه حيل. معقول كلها بناءه؟ ما اقول كلها، اغلبها. تمام. لان انت قاعد تشوف فئه كبيره من الشباب اللي هم من 15 سنه ل 25 خلينا نقول. تمام. قاعد يسعون حق الانجاز، قاعد يسعون حق النجاح وبشكل كبير. تمام. يعني انا الحين ما اقول لك هذا الشيء من قراءات ولا بشكل يعني غير مباشر، لا انا احتكيت معاهم بشكل مباشر. معقول. كوني سويت تقريبا 4 معارض لحد الحين. ما شاء الله. انا الاونر. الاونر مال 4 معارض، شنو المعارض كانت عباره عن؟ كان في معرض رمضاني، كان في معرض بالكلية الأسترالية، كان في معرض بجامعة الكويت، مختلف الأماكن. كلها نسائية؟ لا لا لا. شبابية؟ لا شبابية عموما. شلون شفتي التعاون؟ كبير، يعني تخيل جروب يكون من 10 أو 20 شخص هو اللي يرشح ليدر حقه، ويتقسمون تقسيم لجان، لجنة أمنية، لجنة تسويقية، لجنة إعلامية، وكل الفريق ينهض بنفسه. ما شاء الله. مع تنظيم وإدارة ونجاح، يعني مدام نجح المعرض كان نجح بالفريق هذا بالجروب. تمام. طيب المفاجأة اللي بتكلمين عنها والمرتبطة في هذا الجانب شنو؟ أول شيء المفاجأة أنا ما أبي أحرقها. هي حصرية. هي حصرية. حق قناة الكوت. راح أقول شوية عنها. شوية مخالف. الافتتاح الرسمي بعد العيد إن شاء الله. ماكو مشكلة، قولي. الحمد لله تم تأسيس شركة. ما شاء الله. الحمد لله. الشركة هذه تضم أكثر من مدرب. نبي فيها احنا نضم اكبر عدد ممكن من الفرق من الجروبات. الرساله اللي بنوصلها او الشيء اللي نبي نوصله من هالشركه عموما ان نعطي الشباب حقه. تمام. لان اللي قاعد يصير بصراحه انا ما اقول بشكل كبير، لكن اللي قاعد يصير استغلال الشباب. صحيح، استغلال طاقاتهم، استغلال فكرهم ايضا، وما في تقدير. نعم. يعني اذا كان في شاب او خلينا نقول جروب شبابي، إذا سعى معك وعطاك من جهده، حقق لك نجاح الإيفنت معين، أقل تقدير أنك تعطيه شهادة، شكل تضمن حقه، أو صح تقول له أنك أنت سويت هذا الشيء الفلاني. يمكن ما يستفيد منها بالوظائف الحكومية، لكن يستفيد منها بالوظائف القطاع الخاص. نعم. أنه كان عنده خبرة معينة في إيفنت معين، في مجال معين. نعم. لكن قاعد ينظلمون، ما في شهادات تقدير، شهادة تقدير بس، غير أنه ما في مكافآت مالية. صح. وقاعد يبخسون بحقهم وايد، مع أن الشباب قاعد يعطون بكل ما فيهم، وأنا قاعد أشوف هذا الشيء. هذه الشركة جاءت لتكون مظلة لكل الشباب، تضم مجامع كبيرة لحد الحين الحمد لله في 3 جروبات. 3 جروبات، والجروب يعني ما بين 10 إلى 15. في جروبات 20 و30 و40. ما شاء الله. ليدرات يكون الجروب ليدرات، وتحت الليدرات منبرات. ممبرز. ما شاء الله، هذا اعتقد شيء ايجابي ويشجع الشباب ايضا على التواصل معكم. الدوره القادمه اللي بتقدمينها راح تكون عن شنو؟ يعني انت عندك مجموعه من الدورات، واعتقد الجميل في الدورات اسمها والفكره فيها. يعني ستايل لايف ولا هندسه الحظ؟ لا، صناعه الحظ. صناعه الحظ. صناعه الحظ. اي الدوره الجايه ان شاء الله طبعا حصري انت اللي راح
بالقناة هني اللي راح تعرفونها، لأن أنا لحد الحين الافتتاح حق الشركة إن شاء الله راح يكون بعد العيد مع افتتاح موسم تدريبي كامل. ما شاء الله، الموسم التدريبي عبارة عن شنو؟ الموسم التدريبي عبارة عن رحلات، دورات، تعاون، إيفنتات، مؤتمرات راح نسوي إن شاء الله، غير المعارض. راح يكون تقريبا الموسم الجاي بعد الصيف إن شاء الله، بعد ما ردت اللي بسافرين وكذي شوي يستقر الوضع راح نبدأ افتتاح والموسم إن شاء الله. ما شاء الله، هذه كلها لأجل الشباب. متفائلة بهالشركة أنها راح تحقق لك إنجاز كبير وراح يعني تنقل رسالة إيجابية للمجتمع. لحد الحين الشركة أبهرتني أنا. ما شاء الله. أنا شريك المؤسس والمدير العام. تمام. للشركة. اللي يعملون معاكم تحت مظلة الشركة أو خلينا نقول المؤسسين كلها مجموعة شبابية؟ لا، في مدربين وفي ليدرات لجروبات شبابية. هم اللي راح يباشرون. احنا نتعامل مع الليدرات، والليدرات تتعامل مع المنبرات تبع كل جروب. تمام. لان الجروب يعتبر اللي يتعاون معنا جروب مستقل تحت مظله الشركه. تمام. احنا ندعمهم لكن ما نقيدهم ولا نحكرهم. تمام. اذا في مجموعه من المدربات او المدربين اللي عندهم خبرات في مجالات عده وحابين ينضمون معك في الشركه، شلون ممكن يشاركون معك؟ هذا واحد. واثنين، اذا في اعضاء يبي ينضمون معاكم يبي يلتحقون بهالدورات التدريبيه اللي تقدمونها، شلون ممكن يشاركون معاكم؟ اثنين، فئتين. اول شيء اكاونتي بالانستغرام هو الدارج يعني عموما، ورقم التليفون نعم 99 67 99 674 911. هذا اللي حاب يتواصل ويدرب، هذا خاص بهالشركه والفكره هذه. تمام. هذا للمدربين، المدربين، المتدربين، الشباب، احنا ما يعني ما نرفض شخص. تمام. تعتقدين ان دولة الكويت ارض خصبة اليوم اصبحت للطاقات الشبابية لتدريبهم لتأهيلهم، ولا ما زالت الكويت ايضا محتاجة لكثير من المدربين؟ لحد الحين مع الصحوة اللي صارت ما اقول لك محتاجين، هو الحين خلينا اقول في فئة كبيرة من المدربين. نعم. لكن حق المجتمع، حق الشريحة اللي مهتمة في التدريب هي موازية له، يعني ما اقول لك مكتفوا ولا اقول لك انه صار بزياده، لكن قاعد يحققون الهدف اللي قاعد يسوونه. شنو اللي كان صعب اثناء انطلاقه هذه الشركات؟ يعني شركتك لما طلعت حتى تضم كل المجاميع التطوعيه الشبابيه بقدر المستطاع باكبر كم من ممكن، شنو العقبات اللي واجهتكم؟ تحديات، ما بقول عقبات، ما بقول مشاكل، شنو الظروف اللي شوي كانت صعبه عليكم؟ التحديات صراحه ما ادري، انا الحمد لله ما واجهت تحديات الا شيء البسيط، كون انه تراخيص ومن هالامور وزاره التجاره، وانه يكون شيء قانوني وبشكل رسمي. غير هذا التحديات العاديه، ما شفت تحديات كبيره، لكن التحديات شفناها من الشباب نفسهم. شباب صار متخوف، وخليني اقول واجه كذا مره استغلال معين. تمام. فصار متخوف من اي شخص يقول له تعال انا اساعدك. يمكن مر بمواقف عدة مو أنا أساعدك تعال أنا أستغلك، فخاف كل ما أحد يقوله تعال أنا أساعدك يخاف الناس تستغله. تمام. شيء كان يصير. هل هذا الشيء هو اللي خلى الشباب اللي يعملون في مجال فرق تطوعية يطلعون ويتركون هذه المجامع التطوعية ويجلسون في بيوتهم؟ ليش والله خلاص المجموعة التطوعية ما حققت لي أبي؟ لا، مو هالدرجة. وايد شباب طلعوا من مجامع التطوعية وكثير من المجامع التطوعية وقفت، شنو السبب؟ يمكن ما لقيت الناس اللي تدعمها. بس في مجامع لحد الحين مصرين أن يحققون النجاح، في للحين الناس عندها إرادة وقاعد تحاول، في ناس قاعد تحاول، في ناس اكتفت من المحاولة. دوركم اليوم هل سيكون توعية هذه المجاميع، تعطونهم خطط كيفية السير في الحياة في المجتمع، كيفية بناء الفعاليات، ولا شنو راح تقدمون لهم؟ شنو طبيعة الدورات اللي راح تقدمونها؟ عموما الدورات اللي احنا نعطيها عموما حق المتدربين تختلف عن الوضع اللي راح يصير في خلينا نقول أسرة الشركة. تمام. جروبات الشبابية اللي راح تكون معنا راح يكون في عندنا ميتنج شهري. تمام. ميتنج شهري هذا راح يكون في تطوير كافة الفرق. تمام. يعني مدرب من المدربين ان كان بالشركه ولا نستدعي حق الشركه راح يعطي دوره تدريبيه عشان ينهض بكل جروبات نهضه واحده، فكل ما الشركه تصعد ستيب كل جروبات تصعد معانا ستيب، فالنجاح يكون متوازي بشكل خط متوازي. يعني عندكم خطه كامله؟ خطه كاملة. هذه مو خطه، هذه مجموعه خطط تسمى استراتيجيه. في يعني عندكم استراتيجيه واضحه للعمل. ايضا في الدكتور احمد بوزبر يعني يقدم كثير من الدورات المرتبطة في الاستراتيجيات، في خطط العمل، في تخريج كيف تكون مدرب معتمد، كيف تكون قيادي، كيف تكون قائد في عملك.
هل هذه الأمور راح تستعينون فيها بهؤلاء المدربين ولا عندكم مدربين مكتفين بخبراتهم؟ مهما يكون عندك المدرب ما راح تقدر تقول أنا أكتفي. الثقافات المتعددة هي اللي راح تنهض بالفعل. طبعا طبعا هذا أعتقد هي القيمة الأساسية والأساس. الوالدة لها دور كبير في حياتك الحمد لله. عدل؟ الله يخليك. وهي اللي تشجع دائما وهي اللي تعزز دائما. خلينا نتكلم عن دور الوالدة في حياتك الشخصية ودور أولياء الأمور مع الشباب بشكل عام. شو المفروض يسوونه؟ تكلم أولا عن الوالدة. الوالدة بالنسبة لي الوالدة عموما تحفيزية من الدرجة الأولى. تشجع بغض النظر بنتها ولا غير بنتها، تحفيزية من الدرجة الأولى. تمام، يعني دائما تحاول ان تشجع وتعطيك القيم الاساسيه علشان تقيم دورها. اكيد يسندها. عمرها ما انتقدت ولا شيء؟ شوف انا اقول لك، انا قاعد معاها شنو السلبيات قبل الايجابيات. تعطيني 1 2 3 اروح اعدل على طول. على طول، وعندها خبره في هالمجال الحمد لله. تمام، يعني انا اعتقد ان الوالده لها دور ايجابي ودائما ما كانت تحرص على الحضور معك توجهك، وهذا شيء قليل نشوفه في اولياء الامور. وانا يعني اليوم أشيد بأولياء الأمور اللي يهتمون بأبنائهم، اللي يهتمون بفكر الأبناء، لأن لولا أولياء الأمور ودعمهم أما رأينا اليوم أستاذ ريم الجبر اللي حاولت أن تقدم شيء لهذا المجتمع، وكل اللي قدمتي لي أرضنا الحبيبة الكويت طبعا بالنهاية يترجم. الله يخليها لنا. الله يخليها لنا. مثل ما قلتي، أولياء الأمور شنو دورهم مع أبنائهم؟ شنو المفروض يتعامل معاه؟ هل يتعامل معاه في كل مشروع أنا عندي أبوي لازم يوافق عليه؟ كل فكرة أنا عندي لازم أبوي يقتنع فيها حتى لو ما كانت صحيحة؟ خلينا أقول الشباب، لأن من فئة الشباب يمكن كل يوم يومين عنده فكرة جديدة. صح، هذه المشكلة. أول شيء يحتاجه من اللي حوله، أمه وأبوه واللي حوله عموما، احترام هالفكرة. يمكن هو ما قاعد يشوفها برؤية واضحة. الكبار يشوفون برؤية واضحة، كون خبرتهم، كون إن هم شافوا هذا الشيء بحياتهم. لكن لما تحترم أفكاره راح يعطي، ولما تحترم فكرة ثم تقنعه برؤيتك راح يقتنع. راح يحاول ساعده انك تبني معاه الهدف، لا تكسر مياديفة، لا تقول لا لا مثلا امسك ارضك ولا قدم على الحكومة وتوظف وانتهى الموضوع. لان قبل كان فئة الشباب شوي يميلون حق الوظائف الادارية. صحيح، واطلقوا كلمة على خلينا نقول الشاب الكويتي او الشاب الكويتية، الربادة، الكسل، دائما ما لهم خلق. بس الحين خلينا نقول الدولة عطت تحفيز كبير حق الشباب في البدلات حق الفنيين، خلينا نقول البونص، التحفيز عموما، فاتجهوا صج للوظائف الفنية. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. في نهاية اللقاء يمكن في هدية بسيطة مقدمة من قناة الكوت، مجموعة عطور وبخور. لا العفو، هذا مو مقام، يعني مجموعة عطور وبخور مقدمة من شركة أمل الكويت للعطور البخور وأمل الكويت. ما شاء الله سباقة ورائدة بهذه الهدايا اللي قدمتها طوال أيام عيد الفطر السعيد لضيوفنا الكرام. كان عندي كثير من الأسئلة، ولكن أعتقد أن الأفكار اللي كنا بنسولف عنها وصلناها للسادة المشاهدين. اللي حاب يتواصل معاك أعتقد ذكرتي الرقم، يقدر يتواصل معاك على هذا الرقم، سواء كان مدرب أو كانت مجموعة تطوعية تسعى لأن تتطور وتقدم شيء لهذا المجتمع، والمجتمع قدم لنا الكثير، وهذه الأرض الغالية اللي عطتنا الكثير اللي مهما نسوي ما نوفي لها حقها من خلال العطاء. فالمفروض اليوم أن نبني وأن نعطي وأن نساهم بكل الأشكال، في الإعلام، في الجانب الاجتماعي، أمام الكاميرات، خلف الكواليس، المفروض أن نعمل بكل الطرق، لأن العمل في النهاية هو عبادة، والعبادة يعني لرب العالمين، وأن تنشأ هذه الأرض الطيبة ويكون كل العمل قربة إلى الله تعالى. الكلمة الأخيرة اللي حابة تختمين فيها لقائنا في برنامج أهل الديرة وآخر لقاء عندي مسك الختامات في يعني برنامج أهل الديرة عيد الفطر السعيد. اللي يبي يوصل حق ريم الجبر عموما، اللي يبي يوصل حق ريم الجبر بس تحطون بجوجل ريم الجبر راح تطلع كل أكاونتاتي، كل فعالياتي، شلون تقدرون تصلون حقي، سهل وايد. نعم يعطيك العافية، كل الشكر. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير وصحة وسلامة، كل الشكر وتقدير لك، يعطيك العافية. مثل ما شفتوا سادة المشاهدين، هذه حلقتنا الأخيرة وهذا هو البارت الأخير. نودعكم إن شاء الله على أمل أن نلتقيكم ببرامج جديدة من خلال هذه الشاشة الجميلة، لما تقدم من برامج رائدة ورائعة تخدم جميع أطياف المجتمع الكويتي. مع السلامة.